دعا طبيب القلب العالمي دكتور مجدي يعقوب لتعزيز البحث العلمي في مصر من خلال القطاع الخاص والدولة والمجتمع المدني لإنقاذ ملايين المرضى. تصريحات يعقوب جاءت خلال مؤتمر صحفي على هامش افتتاح أحد المراكز البحثية التي يؤمل أن تكون نواة للاكتشافات والأبحاث الفعالة في خدمة المجتمع. في مؤتمر صحفي أكد البروفيسور العالمي الدكتور مجدي يعقوب أهمية ترسيخ نشاط البحث العلمي في مصر. بداية كويسة جدا أن يكون في مركز أبحاث متخصص في الأدوية ومتخصص أنه يقدر يوصل الأدوية للشعب المصري بطريقة على مستوى عالي وأنهم يقدروا يستعملوها، لأن احنا لازم نجيب الشعب المصري ونديله يعني فرصة انه يعمل ابحاث علمية على اعلى مستوى، وده اكبر حاجة انا بفكر فيها دلوقتي هي ان يكون عندنا مراكز علمية. تصريحات يعقوب جاءت على هامش افتتاح احد المراكز البحثية الخاصة حيث تم تكريم عدد من كبار الباحثين. لا انا عايز اقول للباحث انه ما عمره ما ييأس من معلومة، وان هو يدور على المعلومات من اصغر حاجة لاكبر حاجة، وان هو بايده باستمرار في المعمل على اساس ان هو يشتغل على طول بايده، لان الشغل بالايد بيفتح الافاق قدام الواحد. واعلن يعقوب عن خطة لتبني الموهوبين النابغين في مصر بالتعاون مع مركز بحثي تابع لاحدى شركات المستحضرات الدوائية الخاصة. هدفنا هنا في المركز ان احنا نوفر قدرات بحثية وتطبيقية على درجة عالية جدا من الكفاءة للباحثين الأكاديميين دول، ان هم يقدروا يطبقوا أبحاثهم ان هم بيعملوها في الجامعات، واللي مش على طول بيلاقوا أحسن إمكانيات ان هم يطبقوها يقدروا يطبقوها عندنا. كل واحد فينا بيبذل قصارى جهده في البحث العلمي عشان نقدم خدمة مختلفة في البحث العلمي في مصر. وفي نهاية المؤتمر أعلن دكتور مجدي يعقوب عن روشتة وخطة قادمة لتنمية المواهب وتطوير قطاع البحث العلمي والصحة، مشيرا لأهمية تعاون المجتمع المدني والقطاع الخاص والحكومة لتعزيز البحث العلمي. إعلاء مصلحة المريض إذن يأتي من خلال العلم والبحث والتطوير، هذا ما يؤكده العلماء من أجل إنتاج مستحضرات دوائية فعالة قادرة على إنقاذ ملايين المرضى. من مقر المؤتمر، محمود العزالي، النيل. وخلال المؤتمر أعلن طبيب القلب العالمي دكتور مجدي يعقوب أن هناك مقترحا بإنشاء مركز عالمي للقلب بالعاصمة الإدارية الجديدة على غرار مركز أسوان. إن شاء الله بنفكر أن يكون في مركز مش بس في أسوان، بنفكر بس ده تفكير بقى في العاصمة الجديدة بنفس الطريقة علشان ندي الشعب المصري فرصة أنهم يبدعوا، وبعدين نستقبل ناس من أفريقيا ومن العالم ومن أستراليا. التكليف السنتر الجديد بين 200 و300 مليون دولار، دي حاجة ضخمة جدا جدا، إنما هو مش هو التكليف المهم. طبعا التكليف مهم ان احنا في تحفيز من الشعب ومن بره ومن جوه، لان ده مين اللي بيملك مصر؟